مرحبا، أنا اسمي جولي ريحاني. قبل سنة عرفت أني أنا انصبت بسرطان الثدي. الدكاترة نصحوني أروح أتعالج بمركز الحسين للسرطان. لحسن حظي أنا كنت مشتركة ببرنامج الرعاية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان. هذا التأمين كتير ساعدني ما أفكر بإجراءات وأبلش العلاج على طول غير ما أفكر بالمصاري، وأركز بس على حالي وعلى العلاج تبعي. هلا انا والعيله، انا واهلي كثير بنصح الناس انه يشتركوا بالبرنامج هذا، لانه بيضمن انه تتعالجوا بالمركز نفسه، واعتبروه انه تبرع للمركز، وان شاء الله ما تحتاجوا وتساعدوا ناس ثانيين.